قال وزير الخارجيه السعودي عادل جبير ان ايران هي المصدر الاكبر للخطر في المنطقه بسبب دورها في لبنان واليمن وسوريا وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ديديا رينديرز في بروكسل ان ايران زودت الحوثيين بصواريخ استهدفت السعوديه مشيرا الى ان الاتفاق النووي مع ايران بحاجه لتحسين لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم وفي ملف الأزمة اليمنيه أكد الجبير أن السعودية تعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران وميليشيات حزب الله الإرهابية مشيرا إلى أن السعودية استقبلت أكثر من مليون يمني لاجئ